اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى تجربه جديده تحفه من تنتي الشاي، هنعملها مع بعض النهارده ونتفرج عليها. بص، اول حاجه اللي احنا هنحتاجه طبق صغير كده نحط فيه ميه، وهنحتاج بقى تنتي الشاي باللون الاحمر، ونحتاج كمان معانا ايه بقى صلصال علشان هنعمل التجربه بتاعت النهارده. طبعا طبعا كلكم متحمسين عشان تعرفوا تجربه ايه. بص، اول حاجه احنا هنطلع قرص تنتي الاحمر ده ونحطه في الصلصال، وكده نحطه جوه الميه ونشوف هيحصل ايه، ويا ترى بقى هيعمل لي بركان ولا لا. واو، انا متحمسه قوي. بص، هفتح دلوقتي كيس وهطلع تنتي. اول حاجه دي بس الاول قطعه الصلصال اللي معايا لونها اصفر. بص، هفعصها بس الاول كده وبططها خالص عشان اقدر ان انا احط عليها القرص تنتي، وبعدين احط بقى عليها تنتي. واو، بص شكلها حلو ازاي. الله، اديني كده جبت الصلصال. بعد كده نفتح بقى تنتي هنا باللون الاحمر اهو، حطيناه كده بقى في النص بالظبط، ونضغط بقى كده كويس، بعدين نقفل عليه الصلصال كله. اوكي، هنضغط بقى كده، قفلنا عليه الصلصال بالراحه وعملناه زي الساندويتش، وكده اتاكدنا خالص ان مفيش اي نقطه ان الايه ان تنتي الشاي يطلع منها. الله، شكله فعلا جميل جدا. طيب يا ترى بقى هيحصل ايه لما نحط الصلصال في تنتي الشاي ده في الميه؟ انا متشوقه قوي وعايزه اعرف. واو، اول حاجه جبت الميه اهي وحطيت بقى فيها الصلصال بتاعي مع تنتي. ايه ده، مفيش اي حاجه حصلت، في بالونه واحده بس طلعت، بالونتين كده، كذا بالونه بتختفي وبتمشي. طب انا كنت عايزه اشوف بركان، فين البركان؟ طب اعمل ايه عشان اشوف البركان؟ فكركوا اعمل ايه اعمل ايه؟ هستنى كده شويه لحد ما يحصل اي حاجه. هاي، ايه ده، الملكه ألسا من فيلم فروزن، ازيك عامله ايه؟ انا كويسه، انتي اخبارك ايه؟ انا كويسه. ايه، هتساعديني النهارده في التجربه بتاعت النهارده؟ جاي اساعدك علشان ايه، نفتح مع بعض الصلصال ونشوف تنتي الشاي اللون احمر ده. اوكي، بص بالخلة قدرت البنت اللعيبة ان هي تفتح لنا الصلصال ده وتورينا فيها، هنشوف في ايه بقى من جوه. يا ترى بقى تنتي ده هيفور ويغرق لي المية ولا هيعمل ايه بالظبط؟ انا متشوقة قوي، عمال احط بالخلة اهو علشان اقدر ان انا ايه ادخل بلالين، او فالمية قصدي تخش جوه فيطلع البلالين الهواء، بعدين بقى الاقي تنتي كله يفور. بصوا، في بالونات كده صغيره ابتدت تطلع، انا مش لاقيه خالص تنتي اللي بيفور ده، ولا عامل لي بركان ولا حاجه. امال عاملين تجربه وتعبين نفسنا على الفاضي ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني. يا عم فور بقى وورينا الحاجات الحمراء بقى، ما فيش فايده. طب ندوس كده عليه بالخل اكتر يمكن يحصل حاجه. انا اتعصبت، انا ابتديت ان انا اتوتر، انا عايز اشوف حاجه دلوقتي. كده مش هينفع، يا ربي تعالوا كده نبص اكتر يمكن نلاقي حاجه. ايه ده، ايه ده، في نقط حمراء ابتدت تطلع. خير، اللهم اجعله خير، انا بحلم ولا ايه؟ ايه ده، بصوا واخدين بالكم، ابتدى يغير لون الميه بطريقه بالراحه جدا، اتقلبت على احمر. ايه ده ايه ده ايه ده، تحسوا انه عامل دخان جامد جدا في الميه، وكلها بقت عامله زي شبوره كده احمر خفيف قوي، فبقت لونها ملغوش. دي مش عارفة بركان بيحاول يطلع بس بيغير رأيه. طب تعالى كده نحط ايدينا ونحاول ان احنا نطلعه. ايه ده، شكله بيضحك قوي، تحس انه مغمى عليه والصلصال كله داب خالص ومفيش اي حاجة حصلت. ايه التجربة النص لبة دي، انا ما استفدتش بيها اي حاجة ومفيش اي حاجة حصلت. اكيد انتوا كمان يا صحابي متعصبين. نحاول بقى نجيب الخلة كده دلوقتي ونحطها هنا ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. بقى انا عايزه اشوف بقى ايه اللي هيحصل. واو، مفيش اي حاجه بتحصل برضو. بقول لكم ايه، الصلصال ده عصبني، انا هحطه تاني جوه الميه واشوف ايه اللي هيحصل بقى بعد ما خرمته كله كده. لا ما تقولش مفيش حاجه برضو. ايه ده ايه ده، مفيش اي، ايه ده، اخيرا اخيرا البركان اهو. واو، بعد طول الصبر كل ده مستنيه، الحمد لله البركان طلع اهو، وتنتي الشاي ابتدى يتحرك وغير لون المية تماما. ده كان بركان طلع عيني، بص بقى طلع لي احمر، لون احمر كتير ازاي، ونضغط بقى كده عليه بيطلع احمر اكتر واكتر.
دي كانت فعلا تجربة حلوة جدا وهايلة، والحمد لله عملنا البركان في الآخر وفعصنا الصرصار كله ونزلنا كل البركان اللي جوه. كانت فعلا تجربة شيقة جدا جدا جدا. وبصوا تحس ان الصرصار اغمى عليه وده دم كتير قوي طالع منه وشكله بيضحك قوي. كانت فعلا لعبة حلوة قوي وانبسطت فيها كتير، وتعلمت من ان انا محطش تاني صرصار جوه تنتي عشان هتشل جنب قبل ما يطلع. واو بصوا الصرصار اتفعل ازاي وتنتي لسه قاعد جوه وايدي كلها بقت حمرة. ماما دخلت عليا تيجي تفتكرني ان انا ايه ضربت حد. بس كانت تجربة حلوة قوي انبسطت جدا معاكم يا صحابي. اتمنى يكون الفيديو فظيع تعجبكم. بليز اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في تنتي الشقي ده بعد لما عملنا التجربة الرهيبة ده والبركان الصغير اللي في المية. كانت فعلا تجربة حلوة قوي. وبليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي. باي باي.